استمع لك فقره جميله مع الاستاذ الفنان عبد الرحمن مسعد. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. للاسف والله يا استاذ مش عارف الاستاذ سعيد ده عامل النهارده مش عارف حتى من تاني بس ان شاء الله اسمعكم النهارده يعني اغنيه موال، ولكن انا اهم اغنيه من الاغاني عند عبد الحليم الاسمر وهي موال النهار، وتساعد في نفس يوم من 55 سنه لما بالظبط يا معلم استشار لو سمحت الراجل على المنصه بعد اذنك يا معلم استشار بتزعل لما حد بيتكلم، الراجل على المنصه ما بيتكلم والمفروض تقعد تسمعه عشان هو سمعك. طب نورت يا فندم نورتنا. ذكرى 55 لاغنيه موال النهار واللي حركت مشاعر الرئيس جمال عبد الناصر وخلته يقدم قرار التنحي، وده طبعا يعني كان مثال لصوت العندليب الاحمر وكلمات الشاعر عبد الرحمن ابيك والاستقرار الذي يحتفل في صدر كل اشكال اللغه العربيه ده بيتحمل. طب وصلنا هنا يا باشمهندس. هاني وشك الكاميرا وتفضل. وعلى النار تحلم
بلدنا بالسلام والالتزام. تحلم ببكرة واللي هيجيبه معاه تنده عليه في الضلمة وتسمع نداه تصحى من قبل تروح تقابله في المطار في المتاجر في المصانع والمدارس والسحاب في المتاجر في المصانع في المدارس والسحاب طبعا صحبة صفوف قلوب طبعا رجال أطار بنات طبعا صحبة صفوف جنود طبعا رجال أطفال بنات كل الظروف واخدة بلدنا للنهار واحنا بلدنا للنهار بتحبنا احنا بلدنا للنهار بتحب نوال النهار لما يعدي ستون ويغني قدامكم الدار. شكرا شكرا. وعبرنا وانتصرنا والحمد لله.